السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي أصدقائي الأعزاء، إنما كنتم مرحبا بكم في قناة أنا جيت لله خطيكم علينا وبارك الله فيكم واحد واحد فيما كنتم داخل وخارج الوطن الحبيب، من وجدة حتى للصويرة ومن طنجة للقويرة وجميع بقاع المعمور. هنايا فين كتبان لكم هاد الخياطة، هنايا كان عندنا آخر عملية انتهاء. غادي تلقاو كاين عندنا 59 فيديو فيه جوج دقائق قناة السلام عليكم عملية الإسفلت، وكاين عندنا فيديوهات ديال عملية بناء القنطرة كاملة في قناة أنا جيت. إخواني أخواتي اليوم في الفيديوهات ديالهم في الصباح صورت لكم ودرت لكم دورة وساريتكم من الفوق حتى لتحت وهبطت لكم ودرت لكم دورة حصرية وشرحت لكم العملية ديال الزفت كيف تشمات وشرحوا منها تسارينا. من بعد انا جيت عاوتاني لحي مراسة وغنساريكم في هاد الحي المراسة اللي قليل كاع ما تعرف هاد حي مراسة. حي مراسة حي صغير، هانتوما شوفوا الجاردين اش تبارك الله كي ولا. فينك صديقي؟ لاباس عليك؟ ساليتو؟ غنكمل التصوير من اليوم نجي عند حب خويا دابا. اذا اخواني اخواتي مرحبا بكم، وحنا غاديين. هذا صديق ديالنا مراقب، حتى هو كيجي يراقب وكيشوف، وكاين عندنا سي رمضان حتى هو مراقب. وشوف هذا مول الطاكسي زعما هو مريقل دخل زعما باش فهمتوني، هو صدق دابا القوالب ديالو والمسائل صدق هو واحد عينيا في الزنقه، والله ديما خلق والله ديما خلق. اذا اخواني اخواتي مرحبا بكم، الطريق كلها مسدوده. اذا اخواني اخواتي كما راكم تشوفوا احنا غاديين قادقه. اذا عمليه العمليه ديال الاسفلت تمت بنجاح وتمت بنجاح. اذا اخواني اخواتي مازال الفريق ديال سميتو الفريق ديالنا هو باقي خدام لينا هنايا، وباقي عندنا كل ما هي حاجه كما راكم تشوفون هنايا خدامين في النظافه، وصحاب رضا راه هما كيقادوا في الامورات ديالهم. مول الطاكسي هو باقي دايخل لي الحلوفه وباقي تيخيط هنا في الشوارع زعما راه حافظ، ولكن راه السد زدوده كل ما هي حاجه عند الزر ما تلقاش مع دوك البوليس ونجبدوا لي الودني ما فيها الا ولا حتى. اذا اخواني اخواتي مرحبا بكم، والله يخطيكم علينا وبارك الله فيكم. وانتم كما راكم تشوفوا هي العمليه ديال 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 الاسفلت راه سالت لينا. هي العمليه ديال الاسفلت شو هي سالت من هنايا، شي رائع شي رائع. ومول الطاكسي ومشى لينا مع لانتيردي، شي طالع مع لانتيردي وكيقلبوا على مشاكل. اذا اخواني اخواتي مرحبا بكم في قناه انا جيت، وهنا جيت نصور لكم فين وصلت الاشغال. هما الدراري داخلين لداخل، عندنا لانتيردي والاحترام واجب. اذا اخواني اخواتي غادي ندوزو من هنايا باش نوريكم. نعم اسيدي عليك اللي وقرونا نوقرهم، وحنا غاديين باش نبقى لينا هنايا. ندوزكم من الطريق ديال الحمام ياك باش تشوفوها كي ولات، ومن هنا غندوز لكم زنقة ايران وغندوز لكم زنقة باكستان. من هنايا مشاو شال للراس شو، ومن هنا فين كاينه الخياطة. اذا نطلعكم باش نوريكم زنقة باكستان وزنقة ايران كيفاش ولاو من بعد ما تمت العملية ديال ديال الانتهاء. حي هذا الحي من الاحياء ياك كيتواجد هنايا في وسط مدينه الرباط، وفيه حمام ديالو، فيه مسجد ديالو، وفيه مرافق، فيه قاعه ديال الحفلات وديال ديال الممول ديال الحفلات، كاين فيه منشره، كاينين فيهم هادو ديال الاس دي تي ام، وكاين راه كاين فيديوهات عرفتكم بالانشطه اللي كاينين في هاد الحومه. هما الاصحاب الارساليات. زنقة باكستان هي راه تسالات تبارك الله كي ولات بالاناره ديالها بكل ما هي حاجه. باقي هاد الحيطه هو تبع الجيش الملكي، هما اللي غيتكلف به الجيش الملكي وغيريقلوا لينا. شوف شوف
شوف ايران كي ولات، شوف ايران كي ولات. يا سلام سلم، كلشي كيشعش علينا وكلشي. الزربيه ديالتنا التريكلات لينا. شو هذا خير. شوف ايران تبارك الله، داري صحاب لي طويجه وما خدامين، داري صحاب لي طويجه وما خدامين. اذا من هنايا الشركه مشات لينا لجزيره العرب. انا غنديكم دابا لجزيره العرب تشوفوها. شكل تاني. اذن اخواني اخواتي اصدقائي الاعزاء، الله يخليكم علينا وبارك الله فيكم فيما كنتو داخل وخارج الوطن الحبيب. كما راكم تشوفوا وصلنا هنايا، وعمليه ديال 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 سالينها، وهي كل حاجه رشدت لينا البلاصه ديالها. نمشيو لجزيره العرب ونشوفهم فين وصلوا وشنو داروا. اذن اخواني اخواتي نوقف في هاد البلاصه ونقول لكم تحيه خالصه منا لكم، ونكتفي بهذا القدر. دمتم في رعايه الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الله الوطن الملك وراكم عز عليا كاملين واحد واحد فيما كنتم متابعي الاوفياء. شكرا لكم، شكرا لاي حاجه كديروها معنا، شكرا لاي بارطاج بارطاجيتوه، شكرا لاي حاجه. اذا اخواني اخواتي وهنا مشيت.